أبائي الأفاضل، أخوتي الأحبة، حابب الليلة شارككم كيف بلشت قصتي مع ميديغوريه وظهور العذراء هونيك. كنت أخ بهالدير، نضرت بعشقوت وانتقلت على هالدير سنة 82، وكنت أخ دارس عم بدرس تأتحضر لليهود. بيوقع بين إيدي هالكتاب سنة 83، العذراء مريم تظهر في يوغوسلافيا، ترجموا أبونا، هيك كانوا حاطينه، ما بعرف حتى ما بعرفين حاطينه على شوفاج بممشى الدير. أخدته فت فيه على قوطي وقريته. بقلكن قلبي ولع أنا عم بقرأ الرسائل اللي موجودة. ما كنت لا أعرف وين يوغوسلافيا، كان أيام قصف وحرب، كان حصار، لكن تمنيت من قلبي يا ريت بقدر روح شوف كيف العذراء بتظهر وشو عم تعمل بهالبلد. مش مكتوب شي فيه، مكتوب بس كلمات العذراء قيلتها، مش أكتر من هيك. برمت الأيام سنة 84، بيسفرنا رئيس العام على روما تندرس. بروما تعرفت على مكتب بيعمل رحلات بالسر على ميديغوريه، وهالمكتب كان يجيب أوقات رسائل بالفاكس شو قايل العذراء، هيك كنت روح اسحبهم وجيبهم جمعهم عندي بالأوضة. ولما ارتسمت سنة 89 عيني رئيس العام تحتيلي انزل قدس بدير سد النجا. سد النجا مطرح ما صار التفجير يلي كان مفترض التفجير يطلع فيه قدس الساعة 9، بيسخن بنهارتها بيي، فوت على المستشفى بطلب من الأبات يصفير انه هو يقدس، انا بقدس محله عشية، طلع التفجير فيه. بدير سد النجا كان اول اختبار لإلي بالوعظ. بلشت اخذ الرسائل يلي مجمعهم بالفاكس من روما وترجمهم وجرب اخذ كلمات العذراء واربطهم بانجيل الاحد. العالم ما كانوش سامعين بعد شو يعني العذراء عم تظهر بيوغوسلافيا، لكن وما تقولوا لي ليش وكيف، كان عندي التطمين انه هالظهور صح مش صح، بس كنت معتمد على قلبي حس شي بشدني لقلهم. وخاصة قريت رسالة من رسائل العذراء بتقول انه بيحترق قلبي انكم تنشروا كلماتي وتوصلوها لأكبر عدد ممكن من الناس يعرفوا شو لازم يعملوا تيحصلوا على السلام. قلت لها للعذراء لعيونك انا زلمتك، ما رح اترك منبر او مذبح الا ما اخبر عنك، واخدت احكي. وبتقول كمان برسالة من رسائلها انه كتير انا بحاجة لإلكن لمساعدكن حتى لأقدر اوصل لأكبر عدد كبير من القلوب. كنت صلي، كان في شان دو بريير عند عائلي بزوق مكايل، كل نهار ثلاثة كانوا يعملوا من عشية صلاة بالبيت عندهم، كنت احضر. كمان كانت الاوضاع مش كتير امنيا منيحة. بليلة من الليالي تجي دموزيل تقعد حدي، قالت لي حضرتك بير مروان؟ قلت لها نعم. قالت لي أبونا أنا ما بعرفك، لكن بعرف إنك بتجي بتصلي عند هالعائلة هون، وأنا جيت برحلة على ميديغوريا، حضرت الظهور وفوت معي 9 صور بركتهم العذراء وحسبت حسابك بصورة. هالدموزيل ما لاحظت علي إني دمعت، حسيت كأن العذراء عم تقلي بهالصورة اللي بركتها، وما كان حدا سامع بميديغوريا أو حدا كان يقدر يوصل لهونيك، لأن كان الحكم شيوعي وكان كتير مخاطرة الواحد يعمل رحلة لهونيك. حسيت كأن العذراء عيد هدوموزيل عم تقلي ميرسي إنك عم توصل كلماتي، هيدي بركة صغيرة مني. وأبدت لي رغبة هدوموزيل إنه عبالي كتير نظم رحلات الناس تروح تتعرف اللي عم بصير هونيك. هادو مازال هي مدام سنة نصار موجودة معنا الليلة هون، يلي هي إلى الفضل الأول بتنظيم الرحلات وما زالت لغاية اليوم،
وخلت هالرحلة إنه فعلاً تكون رحلة حج ولا مرة تاخد طابع سياحي أو تجاري. على الأكيد بصمت عملت خير كبير بدون ما تدري مع كتار من النفوس أنا واحد منهم، وفتحت باب والعذراء بتصور أنا اخترتها تحت تالي فعلاً عيديتها تطلق لبنان نحو رسالة السلام اللي حملتها العذراء لأرضنا. لكن زعلي الكبير كان، قلت لي أبونا بدك تروح معنا، وطلبت إذن من الرئيس العام ما خليني، خوت لأنه كانت قايلة العذراء إنه لهونيك ما حدا بيروح إلا بدعوة مني. قلت أنا شو عامل للعذراء؟ لما بدايني روح ولا كان في شيء يقنع رئيس العام إنه يخليني روح. يقول لي لا، ويمكن الظهور غلط وتكبوا لي حالكم هيك. وأنا شيء بقلبي راحت وقتها سنة أول رحلة بدوني، وراح معهم بونا بولس. لكن الرحلة الثانية لما قلت لي العذراء هي وقعت رئيس العام تحت ايدي، كان عايز شغلي مني ما حدا قادر يعمل له اياها غيري. قلت له قعد هاي بهاي. قال لي تكرم عينك، اعمل لي اللي طالبه منك وروح الرحلة. وكمان جينا تنسافر، علقت بسراييفو وصار في لبد هونيك، وبتعرفوا صار في حرب إثنية. قلت لا مش معقول العذراء في شيء أمزع على بشيء ما بدها ياني روح. لكن من بعد شهر عادة الرحلة تمت، وكان لإلي أول مشوار على ميديغوريا. بقلكن إنه أنا شيء قبل ميديغوريا وشيء بعد ميديغوريا. اللي اكتشفته إنه فعلا كلنا منعاني، كنا بالصلاة أو إذا صلينا منصلي من باب واجب. لكن مع ميديغوريا وبهالرحلات يلي تواترت من سنة 98 قلنا منروح، أنا لغاية هيدي السنة من جمعتين كنا هونيك. ميديغوريا سر عظيم، وفعلا أنا بسميها مستشفى. العذراء أوجدتها، بيقطع عندي كتير على كرسي الاعتراف. في أشخاص بس أقرأ معهم بحس علاجهم بميديغوريا، وفعلا ما بغلط. بطلب منهم جرب إنك تروح، بروح وبيرجع حياته يا مقلوبة يا أما اليأس راح منه والحزن، بيرجع بفرحة من هونيك. وأوقات ما بتنحل المشكلة بس بيرجع بهالفرحة يلي مش فارقة معه شو ما صار. العذر هون جربنا بميديغوريا أول ما رحنا أنا وبيربولوس إنه نشتري بيت، وإجينا كتير مساعدة تنشتري بيت. وقلنا يمكن العذراء بدينا نحن مريميين رهبان نأسس هونيك. لكن كل ما نحط عينا على شيء وتتسهل نجي تنعمل المعاملات تنقدر نسجل، بعدين توقف الشغلة لكذا مرة مش لمرة واحدة. حسيت إنه قلت له لأبونا بولس العذراء ما بدها ينا نجي لهون، ولو بدها كانت سهلت، لأن كل شيء كان المصاري مأمنة، بس قصة معاملات يعني روتين المعاملة بس ما كانت تزبط. للي أول قدم لي أول مساعدة طلبت منه، قلت له، قال لي أبونا هيدي المصاري بتصرفك أنت شو بتحب. قلت له ما أنا نشتري بيت لهونيك ونعمل للبنانية يكون في إلهم مركز، لكن ما عم تزبط. قال لي شوف إذا بتعمل شيء. جربنا نعمل نخلق فارماسي نوزع أدوية للناس اللي ما معها تشتري دواء، لأن كان دايماً يدقوا بوابنا ناس يقولولنا ما معنا نشتري الدواء. بس شفتها لبكة كبيرة، جبنا أول كمية دواء بس بدها حكيم يوسف، وأوقات ما نعرف نقرأ الرشيطة نخرب الناس. قلت له ما أنا ظابطة تا برميت هالمكان هون، كان ملعب باسكت، كنا نلعب باسكت هون لما كنا إخوي. لما نقلتني الرهبنة سنة 2005 على هالدائر كنت رئيس، قلت أنا بهالملعب بعمل خيمة، وهالخيمة كيفة بردة ومنقعد منصلي فيها، لأن كنا نصلي بسيدة النجا قبل بمر بطرس. والغريب قبل ما روح على ميديغوريا كنا نصلي هالبروغرام العذراء طلبته، كأنه الروح القدس أوقات بيجمع الصلاة. جينا تنعمل خيمة، إجا شخص قال لي ليه عم تعمل خيمة بسعر اللي بدك تعمل خيمة، اعملها بيتون.
وعمهلك سكرها. قلت له بس بيطمو بتكلف. قال لي أنا بساعدك. وقال لي عمول صالونات تحت. قام بحشلي تحت الكنيسة، كنت عم عمل خيمي، عملنا هالمواقف. وطلعت بالبيتون، حطيت ما معي فرنك منهم، حطيت 2.5 مليون دولار بهالكنيسة. بس ما تسألوني كيف المصاري اجت وعمرنا هالكنيسة يلي بتساعنا كلنا وأي ساعة مجينا. وهذا اللي كنت عم قلها إيه للعذراء، إنه كنا بسد النجا تحت يجوا الساعة 5 تيحجزوا مطارح ونقضيها دبي وعصري. هذه زحلة وهذه ما إلا مطرح. عطيتنا هالمكان العذراء، وعرفت بعدين العذراء ما بدها إيانا نشتري هونيك، بدنا إيانا نزرع رسالة مديغورية ببلدنا ونخلي شعبنا يعيش اللي عم بيعيشوه بهالرعية هونيك. وكانت هالقصة إنها تكفي. وهالكنيسة بشهد إنه من يومة اللي بلشنا البروجرام، بتذكر سنة 2006 كنت عم قدس بسادة النجا نهار تنين، الإسرائيلية كانوا عم يقصفوا جوني والضرب نازل، طرقات فاضية. قلت أنا بنزل ما بنزل، صرت محير. قلت بنزل لو إجا 10 بدي صلي أنا وياهم. بوصل بلاقي الكنيسة لبرا، ولا نهار في شي بيوقف الناس إنها تيجي تصلي. والغريب إنه بهالبروجرام وين ما عملني مش بس هون بسهيلي. وهي إيد العذراء، وهي سر لميديغوريا. الناس برعايانا، أنا اليوم كاهن رعية بتضيي، بس نناول الناس نص الكنيسة بتفضى، ما بيبقى حدا كأنه بده نصرفي إلا بس نقدس هالبروجرام. منقعد ساعتين وثلاثة ولكن منشحط الناس، نحنا منتعب والناس ما بدها تفل. وبيبقى نهار تنين، يعني هذا مسميه بويمور بالجمعة، نهار والعالم من قلبها بتجي بتقدس. وبمطرح العذراء هي بتعرف كيف تلمس القلوب. بونا مارتن فجأني عم بيقول إنه ولمرة قال مرسي، أنا ما إلي فضل ولا حدا إله فضل، كلنا العذراء مفضل علينا، أولهم أنا، لولا العذراء شو كنا وين كنا. واليوم بلدنا إذا كان بمأمن وإذا كان بعد فيه نفس حرية وأكسجين حرية بفضله. مشان هيك الزقفة اللي زقفتوها هيدي للعذراء، والوردات اللي تقدموا هني لإلها، لأن الفضل الأكبر هو لتدخلها وشفاعتها. شو ما عملنا ما بنقدر نكفيها هالأم، لكن أحلى شيء ومحبب على قلبها إنه نحب ابنها ونآمن فيه، نقدم له خطايانا ونتغذى بقربينته ونخدها لإلنا أم وشفيعة. هيدي إذا بتحبوا تعملوا فرحتها قد الدنيا. إن شاء الله العذراء تبقى أمكن، وهالاختبار اللي عايشتنا إياه العذراء وما زالت، يبقى فعلاً بزاره وفيرة وخصوبته قوية على بلدنا، ونوصل يوم من الأيام نقدر نحقق بصلاتنا وتوبتنا مشروع العذراء يلي حملته لأرضنا، انتصار قلبه وقلب ابنه. إله المجد للأبد. آمين.